الله العظيم الأبدي، يا رئيس الحياة، نكلمه إعلان ونقول له يا ربي جنينة، ونقول له ارحمنا إعلان. وإن حضرتك أفهم إيه إن دي ارحمنا بحبك، ينفع؟ أما عندي احتياج، أنا بعيط، إيه يا عم بالك في إيه؟ مش اديتك لسان تتكلم؟ إيه الصمت الرهيب ده؟ تقول إيه؟ لا 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 لا، أنا بصلي في سري. ما أنا قلت لك ينفع تعمل كل حاجة، إنما لابد يكون في إيه؟ إعلان. فالفم بيعلن العبادة كده. عشان كده تسبيحنا إعلان حب، صح؟ والصلوات المرتفعة إعلان حب، اجتماعات الصلاة إعلان حب. بصوا، مش بس إعلان حب، هو طبعا قمة الصلوات هي إعلان الحب، لكن في إعلان حب وإعلان احتياج وإعلان وجع. هل ينفع إن أنا أروح للدكتور وبعدين يقول لي تعبان بإيه؟ أقول له إيه؟ أنت وشطارتك بقى اعرف أنا عين بإيه؟ هورينا شطارتك. أي يعني أنت إيه اللي موجوع؟ ما أقولكش، أنت قول إلا أنا أقول. ما تقول عشان أسدد لك. مش انت ربنا عارف كل حاجة بقى، عارف اللي في القلب، اللي في القلب في القلب، اي اخوة عارف كل حاجة من اول ما تكونت الى النهاية. لكن اعلن، اعلن عدم تربيتنا عن احنا نعلن صلواتنا خلتنا بنعرج. الصلاة تمشي على ثلاث حاجات العبادة، احنا بقينا ايه؟ نعرج، شغالين في القلب. وعايز اقول لك بقى، القلب كمان لما تكتفي بس بالامور الجوانيه ما تعلنهاش كالفتى، يقول لك ايه في احمد؟ يقول لك ايه؟ كانوا يعلمونا كده واحنا بنذاكر، يقول لك إيه؟ ايه استخدم اكثر من حس. يعني يعمل ايه؟ وانت قاعد تقرا اقرا بصوت انت تسمعه، مش شرط اللي في البيت يقعدوا يسمعوه، لا يعني اقرا. اعمل ايه؟ اقرا اللي انت بتقرا بصوت. وبعد كده هقول لك الحاجة التالتة اللي هي بقى الجزء التالت، اكتب، احفظ بالكتابة. لك لا 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 انا بقرب عيني، لا لا انا واخد بالي. هنا تحصيلك وانت بتقرب عينك غير تحصيلك وانت بتقول بصوت، غير تحصيلك وانت بتقرأ بصوت وبتكتب. طبعا عشان كده الاباء زمان كان عندهم حاجة حلوة قوي، كانوا يقعدوا طول النهار يكتبوا الكتاب المقدس، ينسخوه، ينقلوه بصوت.